كانت اليوم واحد انتخاب المكتب وانتخاب الرئيس، كانت نهار الاثنين 19 ما كملش النصاب، واليوم الحمد لله اليوم الجمعة، ولكن كان ماراثون طويل وشاق، وكانت بعد الإخوان اللي ما بين ما عندهمش يعني الأغلبية داروا بعد تشنجات مع السلطة، ولكن هذا ما يمنعش بقى عندنا النفس طويل حتى لهذه دابا تقريبا راه تسعود الليلة عاد سالينا الرئيس ومكتب المسير، وكانت السلطة حتى هي في المستوى المطلوب، وكانوا الإخوان جميع الأحزاب الأربعة اللي هي على رأسهم حزب الاستقلال والأحرار، تجمع الوطن الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، والحزب الأصل والمعاصر اللي انضم للتحالف الحكومي، وهذا شرف لنا باش نكونوا احنا تحالف قوي، تحالف منسجم، تحالف يعني تعليمات الأمناء العامون كانت في المستوى، وكان ماراثون طويل، ولكن الحمد لله النتيجة كانت ب 83 صوت مقابل انسحاب. كذلك اللوائح ديال المكتب المسير كذلك كانوا ثلاثة اللوائح، وفازت لائحة ديال الأغلبية اللي فيها المكتب المسير على يعني ب 52 صوت، ودرنا التور الأول والتور الثاني، دونك كانت انتخاب سليمة. هذا من جهة، من جهة أخرى الرئيس اللي كان دار الطعن انسحب من السباق للرئاسة، وكذلك كان إنسان سميتو الشرقي كعضو من حزب التجمع الوطني الأحرار كذلك انسحب، وبقينا في الرئاسة والحمد لله. كانت متعبة ولكن كانت النتيجة الأغلبية، وعلى رأسهم كنشكر الملصقين الجهويين اللي هما السي فؤاد القديري، وكذلك السي بوسعيد، وكذلك السي بن الضو، وكذلك السي مهدي مزواري، وسعيد الناصري حتى هو كان عاوننا وعطانا يد الله باش كانت النتيجة بهذا اللي كتشوفوا اليوم. وكنشكر كذلك الأعضاء المنتسبين اللي تقوا فينا مرة أخرى باش نوضوا بهذه المؤسسة هذه. لكن أنا كنقول اليوم كانت امتحان شاق وانتخاب شاق، ولكن عندنا كذلك واحد المعركة مع وزير الداخلية لإخراج هذه المؤسسة هذه للوجود بصلاحية كبيرة ومهمة، وكذلك إصلاح اللوائح الانتخابية، وكذلك إصلاح القانون الداخلي والقانون التنظيمي ديال هذه المؤسسة هذه اللي هي مؤسسة عريقة اللي عندها أزيد من 110 سنين في عمرها، ولكن ما كتنتجش. وحنا حارسين إن شاء الله مع التوافق الحكومي اللي غادي يكون في أقرب وقت مقترح قانون ديال هذه الغرف هذه باش تكون في المستوى وتجيب الناس اللي غادي يمثلوها أحسن تمثيل، ويمثلوا المنتسبين والتجار ديالهم والخدمات والصناعة. وكما قال سيدنا في الخطابات ديالو هذه خصها تكون رافعه اقتصاديه وجب الاستثمارات، وكذلك كنكونوا حتى في الدبلوماسيه الموازيه، وهذه اليوم بلادنا كتطلب هذا الشيء كثير، ولكن التمثيليه والقانون ديالها ما كيسمحلكش بهذا المستوى هذا باش تكون يعني مستوى بحال الغرف الاجنبيه اللي عندنا هنا بحال ديال فرنسا بحال ديال بلجيكا بحال ديال المان ديال الطليان، غرف مهمه كينخرطوا فيها المغاربه وحنا ما كينخرطوش معنا. علاش؟ لحقاش القوانين ديالنا فارغه، يعني ما كنوفي لهمش داك الشيء والمشاكل ديالهم ما تنحلوها شيء، لحقاش حنا الا استشاريين، وهذا خطا. وبغينا حنا ان شاء الله مع وزير الداخليه مع وزير التجاره، وكنوجه لهم يعني السؤال من هذا المنبر هذا باش ما نطيحوش في هذه المشاكل ديال التصويت علني التصويت سري او لا المكتب والرئيس. ان شاء الله غادي يكون قانون في المستوى المطلوب باش ما نطيحوش في هذا يعني الاسلوب اللي كنطيحوا فيها ديال التجار والناس كتشوف فينا، وما بغيناش هذه المؤسسه هذه حقاش الاجانب كيتفرجوا وعندهم هما الباب الاول ديالهم وهي غرف التجاره والصناعه والخدمات اللي كيدقوها المستثمرين، ملي كيجيو كيلقاو هذا الاسلوب هذا يعني كيقول لك واش هذا الاسلوب ديال هذه المؤسسه هذه واش هكا دايره. العكس،
كاينه مؤسسات اخرى، كاين 12 غرفه في المغرب، انا ما كنظن ما فيهمش هاد. حنا ربما جهه كبيره، الدار البيضاء سطات فيها 148 عوض، ولكن حنا كان في هذا القانون الجاي ان شاء الله غادي نقلصوا العدد باش تكون ممتلئه احسن، ويكون فيها الناس اللي هما كيمارسوا التجاره، كيمارسوا الصناعه، كيمارسوا الخدمات، باش يمثلوا المنتسبين ديالهم اللي صوتوا وثقوا فيهم. وحنا كذلك كنشكر السلطه اليوم اللي كانت واقفه معنا من 9 الصباح حتى 9 الليل، وهذا عيب باش نبقاو حنا في هذه المؤسسات هذو يبقاو في هذا التشنج ما بين الاعضاء، شي يقول لك سري، شي يقول لك علني، شي يقول لك بغيت المكتب، ولهذا خصنا نصلحوا هذا الشيء. وكنتمنى التوفيق للجميع الاعضاء اللي تقوا فينا، وكنشكرهم مره اخرى، وكنشكر الامناء العامين اللي كانوا ساهرين واقفين على التحالف باش ينضبطوا ويكونوا في المستوى، كنشكر كذلك الصحافه اللي حضرت معنا اليوم ومن الصباح، هما يعني من طبيعه الحال لحقاش خصها تكون مغلقه، كيقول لك ما يكونوش الغرباء، ولهذا كانت في المستوى المطلوب. وكنشكر جميع اللي صبر معنا واللي وقف معنا وباش تخرج الحقيقه للوجود، باش هذه المؤسسه هذه حنا الهم ديالنا، وهي تكون مؤسسه فاعله، مؤسسه اقتصاديه رافعه اقتصاديا، وجذب الاستثمارات، وكذلك الوحده الترابيه ديالنا ما نساوهاش، لحقاش حنا مسافرين، كنكونوا مع الجاليه المغربيه، كنكونوا في العالم، وعندنا علاقات مع السفراء، عندنا علاقات مع غرف اجنبيه، ولهذا خصنا نكونوا في واحد التمثيل اللي تكون في المستوى، باش يعني يكون هذه الغرفه هذه عندها قيمه اكثر، وتكون عندها صلاحيات باش تكون في الوجود.